هذا المكان تزئ الخضراء راكم عرفتوه، نازل العريش راك يعرفوه مزيان. هذه عمارة إقامة زينب، الدار ديالك هي الملعب البلدي. نورنا على اليمين زنقة الصفصاف، غرفة فلاحية سابقا، دابا راه ولات غرفة فلاحية ما شاء الله كبيرة، كاينة في حي الوفا قدا السبيطار. مساء النور على الأحباب في كل مكان، جد سعيد باللقاء معكم من جديد في دورة خفيفة قبل مباراة الوداد والأهلي المصري، والتي نتمنى خالصين أن تكون لصالحنا، ولو أن هذا الفيديو راه ينزل بعد المقابلة. كنتمنى اللي تنشر هذا الفيديو تكون الفرحة عارمة في أرجاء المغرب، ولا ما كانت شي راه الكرة هي هذه، راه شي رابح شي خسر، عندنا علاش نستغربوا؟ فرق بجوج قويين من محافظة العقارية، نحييكم قرب من ملعب بلدي. وهذا المكان اخوتي حضرنا وحضرنا منه الدراري ملي كيخرجوا من المدرسة، كيهزوا التليفونات وكيحضروا هنا. هذا المكان راه مخلوي، راه صعيب، وحضرنا على حالات كثيرة ديال الكريساج، خصوصا في هذا المكان في الدخلة هذه. حنا غادي ندخلوا من دابا جنب الاتصالات، هذه راه خطيرة الحباب، هذا المكان راه خطير. وليداتنا وبنيتاتنا خصهم ياخذوا الحذر ديالهم، يكونوا دايزين تليفون بلاش. المسائل اللي فيها الاماكن اللي فيها الخلوه الانسان يخشي التليفون ديالو في جيبو. الاماكن اللي هي فيها الناس هذيك حاجه اخرى، قدر الانسان ولكن باحتياط كبير. زياد اسماعيل اللي في الظهر ديال الاتصالات، تجزئه هادئه مطمئنه، مكان قهوه ديال الجزيره شمال الجزيره ولا شي حاجه. محلات ديال غسل وتحيين السيارات، هذه ان شاء الله تكون مقهى بطبيعة الحال، الفورمه ديال المقهى. بجانب البريد ديال الوفاء، ها هو البريد ديال الوفاء، دكتور رمال ومن لا يعرفه معروف دكتور رمال في العريش. بريد الوفاء هذا كامبريدج لغات، سيد الفتح فتح الله علينا وعليكم. هذه المساحة الخارجية ديال مسجد الفتح الذي يقع في حي الوفاء، المسجد الوحيد اللي في حي الوفاء. تحفظ القرآن، توصلكم الأصداء ديال تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الفتح. تحية الشيخ ديالنا السي محمد الوهابي الذي يسهر على ذلك. حي الوفاء دائما كنسلكوه، ما كيطلعش في الراس الحقيقة هذا الحي هذا. يا أوسع الشوارع لحي الوفاء هو هذا، كأنك في شارع من شوارع الدار البيضاء الفسيحة.
الحلويات محمد أمين، خياط القدس بو مصطفى سباطيرو، هو خي مصطفى إصلاحي الأحذية، راقر معايا في التكوين المهني. مصطفى راه من وجدة، صديق عزيز متميز، الناس ديال وجدة الأحرار سنين طويلة هو كيصلح الأحذية تما في ذاك المكان. تحية للناس ديال وجدة، تحية لسيري ماروكان، تحية لكل الناس اللي كيتابعونا من وجدة، وتحية لكل الناس اللي كيتابعونا من كل حدب وصوب دون استثناء. اليوم الجو شوية الحمد لله كيتمحنوا هاد القطاط والكلاب المساكن اللي كيكون الجو سخون كيتمحنوا، خصوصا الصغار منهم، الصغار منهم كتجبرهم مع القناة المساكن كيموتوا. رجاف الله قدر الله، اللي بغى غلالة، اللي بغى البوشة، اللي بغى التين، عصير التين ها هو الخير كاين هنا. هذا الرونبوان ديال فسيفسا، انا نهضرو باللغة العامية ديال العريشي، فسيفسا. هي الساحة الجميلة، ساحة الجوهرة او ساحة فسيفسا او ساحة بوحنيني او. جميلة وأنيقة. طريق الرباط، سكيلازا كافي ريستورون نوفو. سكيلازا راه كانت واحد المقهى هنا، راه كل العريشي راه كيعرفوها، تقهوا فيها، هي دابا كتجدد باسم سكيلازا. تحية للساكنة المغرب الجديد، المغرب الأنيق. دابا الناس يسمعوا المغرب الجديد يقولوا هو راه حي في مدينة العرائش اسم المغرب الجديد. تجزئة المغرب الجديد، تجزئة المستقبل. هنا عاوتاني شي عمارة، لأن هاد الشارع خاص بالعمارات في المغرب الجديد. هادو هنا أولى العمارات بالمغرب الجديد، عمارات اللوكوس. وما هذا اللوالة، الشارع نارسيس بطبيعة الحال معروف، قلب المغرب الجديد، خضار والكوار والسويهلة والتين وجميع أنواع الفواكه هي هنا. إحدى الإعدادية ديال بنو سينا اللي كانت سابقا كتسمى إعدادية المغرب الجديد، يوم إعدادية بنو سينا. هذه مدرسة محمد بن الحسن الوزان، هنا فين كان المدير السي محمد فتال الله يذكره بخير، واليوم كاين السي سعيد غانم كنظن الله يكمل بخير على الجميع، الله يخرج سيرفيسهم على خير وبخير. وصلنا لشارع ياسمين، وصلنا للكافي. هذه على اليمين ايكون، وعلى اليسار بالوما، جوج مقاهي مزيانه زوينه، مقاهي الشعب. تهود شويه كتجبر مقهى سلطان، واللور مورايا راه كاين جوج مقاهي كذلك قدام. الى اللقاء.